كويتشنز طول فتره السجن كنت اامل تجيلي فيزيتور زياره يعني. سؤال ايه؟ البيانو اللي انت كل شويه منطره لي في حته مره في الجنينه ومره جوه هنا نظامه ايه؟ انت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ ارتست يعني؟ انا شغال مع ارتست. خلينا في المهم، انا عايزك في العمليه الجديده. مش لما نصفر القديمه يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه ارض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ وم نصفر يا جوجل. 10 خضره هم كده، يبقى فاضل لي 40 اخضر. ما تلم رجليك شويه. طب وانت ايه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهره. عايزك تظبط يالا، ما تنساش ان انا اللي مخرجك من السجن. يعني انت اللي عليك مش انا. ومين قال لك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت محدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حته اثار ذهب عايزين نسلكها. الاستلام في الاقصر والتسليم في اسكندريه. وبعدين كده انت فهمتني كويس طبعا يا كبير. تمام. تمام. الله، انت بتكلم مين يا دين؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم، الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في اي وقت، والفلاشه دي عليها فيديو لعروستنا. طب ما عليهاش حاجه الاصاله الجديد؟ طب ما تقفش، احنا هي ناقصه قفش. طلع في 4/4 ساعة لغوريسكي ريجوليروفشيك ريجوليرو. طب علي 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 علي. ده تاكي نيبولا فيرولي. لو الخبر ده طلع صحيح تبقى مصيبة سود. خبر ايه؟ مش عارف مش عارف، بس قلقان. شتو دابا انسيدنت ني ستال بريتندنت ام نسيدي. اسيبك انت بقى تقلق لوحدك وقلقانة في اي مكان تاني. سلام. نيكوري تركا تروبكو كوبيل. ليلى انا بخير. لم هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر. هفهمك بعدين. شوفي مين. شوفي مين. حاضر حاضر. مين؟ حكومة. يا لهوي، الحق يا صابر، الحكومة بتدور عليك. في يا باشا. في يا صابر يا بيت. صابر في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب يا روح امك. يا فندم مفيش حد جوه. هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بيت. ياسر بيه، ده ما كانش اتفقنا يا عم. متقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان تحفظه كويس قوي، وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا. يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده بره مصر؟ أهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا أكتر من 15 سنة. Delivery date. When? You are too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن موعد التسليم، بيقول لك إنك اتأخرت عليهم كتير، وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الأسبوع الجاي. نظام سداد الفلوس ازاي؟ الدليفري will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك الثلث هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وانا موافق. اوكي. يا صابر. حياتي ليكو، هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا انت متفائل. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده ولا انت عايزنا نطلط تخش السجن البسطرحه؟ خلينا في الجد،
انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه، والكلام ده هيكون يوم الجمعه. اهم حاجه بعد الصلاه. انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤيه. اصل بنام طاهر. كلام انت عيب براح امك. اوبا ايه الجو الامريكاني انت جبني هنا ليه؟ مزاجي. انت سيب انت على قالك لما يظبط الحجر بس شويه. ولا بقول لك ايه، انا لا هسلم ولا هستلم، انا روحي في ايدك. فين ال عف؟ لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد. امسك اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ انا بقول طلبات التسر. شريط اصاله. اوبا ده انت معبي. لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي. استغفر الله العظيم منك كل ذنب عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصدي تضايقني. التسليم امتى يا هابي؟ هابي ايوه كده. كمان يومين. هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش؟ الحكومة بتحب تتأكد. ورا مصنع الكراسي. اشمعنى؟ عشان ضلمة. خلص يالا. اه مالكش أمان. عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. ما بطل وسخ يالا وخلص. هو اللي قال لي. ولعلمك بقى عشان خاطر المحبة اللي ما بيننا. العروسة لميع مش متربة. أفهم من كده إيه؟ كنت أنا فهمت. أمسك. أهدي الفلاشة اللي عليها العروسة. بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها. اوعى ايدك. ايدك انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه. انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي. بس امان عليك بلغ مصر بلغ ابنك صابر بيقول لك كفايه كفايه عليك. كده عليك وعلى عمرك يا شيخ انت وكريم. روجر اقعد تصدم اتخلص من اخي قلبي. يا جدعان انت استعبطوا ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه يا صابر؟ حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد. ده ايه في الخير؟ ابقى اتغطى كويس ودف على شمالك.